بركاته. أرحب بكم بلا حدود في الحلقة الأولى من برنامج بلا حدود الذي نفتح من خلاله لمشاهد الجزيرة آفاقا واسعة للحوار مع ضيوف البرنامج من سياسيين وصناع قرار ومفكرين وخبراء في مجالات الحياة المختلفة مئة عام فصلت بين المؤتمر الصهيوني الأول الذي ترأسه تيودر هيرتزل في مدينة بازل السويسرية عام 1897 والمؤتمر الصهيوني الثالث والثلاثين الذي عقد في مدينة القدس في ديسمبر عام 1997 بمناسبة مرور مئة عام على مؤتمر بازل لكن ثمة فوارق واسعة بين المؤتمرين فالمؤتمر الأول ضم كل زعماء الحركة الصهيونية وكبار مؤيديها وحمل مشروع الدولة التي بشر هيرتزل بقيامها على أرض فلسطين خلال خمسين عاما أما المؤتمر الأخير فقد تغيب عنه حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما تغيب معظم المندوبين الصهاينة وسيطر الخلاف والصراع على الحضور مما جعل كثيرا من المراقبين ينظرون إليه على أنه بداية أفول نجم الحركة الصهيونية الدعامة الأساسية للدولة اليهودية لكن ثمة رؤى أخرى من أبرزها الرؤية التي يقدمها ضيف الحلقة الأولى من برنامج بلا حدود الدكتور عبد الوهاب المسيري بعد 26 عاما قضاها متفرغا لدراسة الحركة الصهيونية وكتابة أحدث موسوعة عن اليهود واليهودية والحركة الصهيونية ولا تكمن اهميه موسوعه المسير التي صدرت قبل ايام في القاهره واثارت ردود فعل واسعه النطاق في الحياه الثقافيه والفكريه من كونها اول موسوعه تكتب عن اليهوديه والصهيونيه من شخص غير يهودي او صهيوني وانما تكمن اهميتها الاساسيه في الرؤيه الجديده التي يقدمها المسير عن اليهوديه والصهيونيه تلك الرؤيه التي احدثت صدمه بين دعاه الصهيونيه واعدائها على حد سواء فقد تلقى الدكتور المسيري 13 تهديدا جديا بالقتل من حركة كاخ الصهيونية المتطرفة حتى يكف عن مواصلة العمل في الموسوعة مما جعله يعيش تحت الحراسة طوال سنوات عمله الأخيرة فيها أما أعداء الصهيونية فقد اتهموا الرجل بالتقليل من شأنها وطلبوه بإيقاف نشر الموسوعة وسعوا لدى, لدى جهات عديدة من أجل إيقاف صدورها لكن محاولات كلا الطرفين باءت بالفشل وفي هذا الحوار نحاول ان نتعرف على طبيعه الحركه الصهيونيه ومستقبل الدوله اليهوديه وذلك من خلال تفسير جديد ورؤيه جديده ربما يكون لها اثرها في اعاده رسم محاور الصراع العربي الاسرائيلي ومسيره التسويه القائمه وربما يكون اثرها عكس ذلك ولمشاهدين الراغبين في المشاركه في الحوار يمكنهم الاتصال بنا على الارقام التاليه صفر أو 888-884-1 أو 42 أما رقم الفاكس فهو 885 مرحبا بك دكتور عبد الوهاب اهلا بك اهلا منذ اول احتكاك لك بالحركه الصهيونيه في عام 63 حينما كنت تدرس في الولايات المتحده وانت اتخذت موقفا عدائيا من الحركه الصهيونيه في الوقت الذي يؤكد فيه دعاه الصهيونيه على انها حركه حضاريه دينيه تهدف الى الارتقاء بقيم الانسان والى اقامه مشروع يهودي غير معاد للاخرين. لماذا تعاد الحركه الصهيونيه وما هي الاسباب التي دفعتك ان تقف طوال 36 عاما في وجهها بهذه الصوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع اول احتكاك لي اثار تساؤلات. وكان لابد ان اجيب على هذه التساؤلات بمعنى اني سالت هذه الزميله ما اسمك فقالت اسمها فسالتها ما ديانة ما جنسياتك فقالت ديانتها يهوديه وقالت انت لا تفهم الديانه هي الجنسيه في اليهوديه في هذه اللحظه وانا اعرف تماما معرفة انهم يفصلون الدين عن الدوله في الغرب اندهشت قليلا وحاولت الاجابه اثناء محاولتي هذه طبعا شعرت بالخطر الذي يتهدد هذه الامه ويتهدد بالذات مصر في هذه العمليه فمحاوله الاجابه قد يكون هناك دوافع شخصيه وذاتيه لكن في نهايه الامر ما حاولت انجازه في الموسوعه وفي كتاباتي الاخرى هو ان افسر ان اقدم تفسيرا للصهيونيه، تفسير يتجاوز الادعاءات الصهيونيه فيجب ان نتذكر ان جميع الحركات الفاشيه لها شعارات إنسانية يعني حتى النازية كانت تتكلم عن توحيد أوروبا وعن مستقبل الإنسان الآلي وهكذا وأسمي هذه الديباجات أو الاعتذار الاعتذاريات ويجب أن ننحيها جانبا وألا نخلط بين الاعتذارية والدباجة وبين واقع الحركه لكن هم ايضا عفوا دكتور هم يؤكدون ايضا انا لا ادري ما هو السبب الذي اثار عندك كل هذه المخاوف من مجرد اجابه تلقيتها من واحده قالت لك حينما سالتها عن عن, عن قوميتها او عن جنسيتها فقالت انها يهوديه في الوقت الذي يؤكد فيه كل دعاة الحركة الصهيونية في أدبياتهم أن الحركة الصهيونية هدفت بالدرجة الأولى إلى أن يكون هناك تعايش بينها وبين العرب في فلسطين ولكن العرب هم الذين حاربوها وهم الذين بدأوا العداوة معها كيف نوازن بين هذين؟ لا يمكنها أن تتعايش فالوجود الصهيوني في فلسطين يعني الغياب, الإسر... الغياب الصهيوني يعني الغياب الفلسطيني هذا ما عرفه دعاة او من قاموا بالحروب الفرنجه، هذا عرفه ايضا الجيب الاستيطاني في الجزائر، الجيب الابيض في جنوب افريقيا، وفي نهايه الامر الصهاينه، ولذلك الشعار الاساسي ارض بلا شعب هذه لم يكن من قبيل العبث وانما كان يعني تماما ان هذه الارض يجب ان تخلى من شعبها، م. هذا هو طبيعه النظام الاستيطان، ان كان هناك من الصهاينه من طرح شعارات سياسيه انسانيه م. وان كان هناك من امن بهذا فهذا من قبيل خداع الذات او خداع الاخر آه بمعنى انه لابد ان هناك بين الجنود الحروب الفرنجه التي يطلق عليها الحروب الصليبيه لابد انه كان هناك من صدق انه قد جاء ليعلي رساله السلام والمحبه في الشرق الاوسط وفي العالم العربي وبهذا من هذا المنظور قام بذبح الاخرين آه الجنود الامبرياليين البريطانيين حينما كانوا في مجاهل افريقيا ويقومون بذبح الافريقيين لابد وانهم كانوا يدافعون ايضا عن عبء الرجل الابيض وكانوا يصدقون ذلك م. فيجب باستمرار في دراستنا لاي ظاهره سياسيه وبالذات الظواهر الاستيطانيه ان نميز بين الديباجات وبين البنيه التي تنشا ويجب ان اشير الى ما يلي ان كثير من الصهاينه الذين ذهبوا الى فلسطين فوجئوا بوجود الفلسطينيين وهجر بعضهم مرة أخرى إلى بلاده اللي كانوا يتوقعوا دولة نظيفة من الأعراق كلها إلا العرق الإسرائيلي والعرق الصهيوني يبدو طبعا ويبدو يعني ألم, ي... ألم ي... ألا يتابعوا الأحداث ألا, ألا يشاهدون الأخبار طبيعة الخطاب الغربي في نهاية القرن التاسع عشر، في بداية القرن العشرين، كان يتجاهل شعوب آسيا وأفريقيا تماما، مم. ولذلك بنجد أن وعد بلفور يشير إلى الجماعات غير اليهودية التي في فلسطين، مم. أي أنه أشار إلى ما يزيد عن 90% عدد السكان في ذلك مثلما أقول مثلا الجماعات غير القطرية في قطر، و... 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 وفي نهاية الأمر هنا شعب قطر هو صاحب هذه الأرض هناك من يختلف معك عفوا في هذا الطرح ويقول ان اتفاقات السلام الان التي وقعت بين العرب واسرائيل والتعايش القائم بينها وبين بعض جيرانها الذين وقعت معهم اتفاقات بل بينها وبين الفلسطينيين انفسهم الذين وقعوا اتفاقات معهم ويتعايشون الان داخل الدوله ويستعدون لاعلان الدوله الفلسطينيه في شهر مايو القادم كموعد مقدس كما اعلن رئيس السلطة الفلسطينية يقولون بأن مثل هذه الأطروحات التي تطرحها الآن أصبحت أطروحات قديمة وعاف عليها الزمن كان يمكن أن تقبل في الستينات كان يمكن أن تقبل في أوائل السبعينيات أما الآن فأين موقعها من عمليات السلام القائمة؟ في الواقع وأنا أكتب الموسوعة هذا ما أخبرنيه الأصدقاء أو بعض الأصدقاء في السبعة وسبعين مع كامب ديفيد م. ثم أخبرت بهذا بعد في اوسلو وفي مدريد وفي واي بلانتيشن كانوا دائما يخبروني ان اتوقف م. عن الكتابه لكن صبره وشتيله مثلا اثبتت صدق توقعاتي ثم هناك الانتفاضه الفلسطينيه ثم هناك الحرب القائمه في جنوب لبنان وهكذا ثم هناك رئيس جمهوريه مصر الان قبل ان اتي الى هذا المكان كنت اشاهد التلفزيون وقال رئيس الجمهوريه انه منذ ما يقرب من ثلاثه اعوام تقريبا لم يحدث اي شيء على الجبهه الفلسطينيه الاسرائيليه لكن دي سياسه كما يقال دكتور يعني عوامل السياسه اليوميه التعامل السياسي اليومي المتغير مع اليهود كما يقول انصار السلام هو تعامل يخضع للمعطيات الانيه هل ترى ان هناك ثوابت أساسية لا يمكن لدى الحركة الصهيونية كمتخصص فيها لا يمكن أبدا أن تتغير مع التغيرات السياسية اليومية الواقعية في الأحداث نعم، في الموسوعة في الجزء السابع وهي موسوعة من ثمانية مجلدات، في المجلد السابع هناك مدخل يسمى الإجماع الصهيوني. حاولت فيه أن أجد ما هي حدود هذا الإجماع، م. فوجدت مثلاً إيمانهم بأن فلسطين هي إسرائيل. ده حد أدنى، م. وأن الحق الاسر... اليهود في هذه الأرض مطلق. وبالتالي حق الفلسطينيين فيها عرضي. من آ... الذي عبر عن هذه المفاهيم؟ جميع الصهاينة بدون استثناء هم. يعني سواء في اليمين أم في ما يسمى اليسار وفي الوسط الجميع يؤمن بالحق المطلق لليهود في هذه الأرض وكما قال نحن بيجن لسكان إحدى الكيبوتسات الاشتراكية هم. قال لهم إن كانت هذه فلسطين وليست إسرائيل فلا يحق لكم أن تكونوا موجودين يجب على هذه الأرض أن تكون إسرائيل وهذه هي طبيعة لكن هل تتوقع أن أن الإسرائيليين أو الصينيين سوف ينجحوا في تحقيق هذه المفاهيم في ظل استمرار بقاء عرب 48 داخل فلسطين 48 واستمرار أيضا وجود الفلسطينيين في غزة والضفة إلى هذا الوقت واستمرار الصدام اليومي الموجود هل يمكن لهذه الأشياء الموجودة التي تقول أن كل الصين بدون استثناء أقرؤها أن تتحقق أنا طبعاً من المؤمنين أن الدولة الصهيونية ستذوى لكن كيفية اختفائها هذه مسألة تتوقف على ظروف تاريخية لا يمكن أن أتنبأ بها فمثلاً هناك كما أقول دائماً نموذج جنوب أفريقيا وهو قد اختفى الجيب الاستيطاني تماماً دون إبادة دون مذابح دون تكلفه بشريه باهظه بعد جهاد من جانب الشعب او الشعوب السوداء هناك في نهايه الامر تنازل وهزم الجيب الاستيطاني الابيض هناك وسلم مقاليد الامور للاغلبيه السوداء. ولا يزال البيض هناك في بقايا الجيب الاستيطاني هناك جزء من الاقتصاد الجنوب افريقي بل يقال انهم ان بعضهم قد سيطر على بعض قطاعات الاقتصاد مثل هذا النموذج اعتقد انه نموذج يجب ان يحتذى في داخل لكن هناك فوارق دكتور بين جنوب افريقيا والجيب والوضع والاغلبيه السكانيه السوداء وهناك فرق الان بين ما يحدث في فلسطين والاغلبيه اليهوديه التي تغلب على الجانب الفلسطيني دعني ايضا اسالك عن نقطه مهمه جدا يعني ربما يعني عنوان الموسوعه يدل عليها وهي اليهود واليهوديه والصهيونيه، هل ترى ثمه فوارق بين الثلاثه؟ نعم نعم يعني في نهايه الامر الموسوعه تحاول ان تميز بين اليهود واليهوديه كيف بايجاز؟ اليهود هذه جماعات موجوده في انحاء العالم تتاثر بالمجتمعات التي فيها، اما اليهوديه فهي عقيده ذات معياريه وتختلف من عصر الى عصر. <applause> لكن اين هنا مفهوم الشعب اليهودي آه انا طبعا ارى ان مفهوم الشعب اليهودي هذا من ضمن الديباجات والاعتذارات الصهيونيه الاوهام الايديولوجيه لكن واقع دكتور في, في في اسرائيل او في فلسطين الان الواقع هو وجود شعب يهودي بغض النظر عن الاختلافات الموجوده لكن استطاع اليهود ان يجمعوا هؤلاء يعني هذا الشتات من العالم ويقيموا دوله الان كيف اما اما تصطدم الان يعني ما تطرحه اما يصطدم مع واقع موجود يؤمن به الكثيرون حتى لو كان هناك شعب واحد في إسرائيل فهو شعب إسرائيلي وليس شعب يهودي بمعنى أنه مختلف في جوهره عن يهودي هذا رأي أيضا رأي. هذا أيضا يدخل في إطار اختلاف المفهوم أو التفسير نعم. عن من هو اليهودي من هو الإسرائيلي من هو الصهيوني وفي داخل إسرائيل نفسها هناك صراع بين العلمانيين والدينيين <applause> وداخل الدينيين نفسهم هناك صراع بين الارثوذكس من جهه والاصلاحيين والمحافظين من جهه اخرى، بالامس فقط على التلفزيون كان هناك احتجاج من جانب الارثوذكس على اليهود الاصلاحيين الذين رسموا امراه حاخام، هذا غير معروف على الاطلاق في اليهوديه. <applause> فهنا يوجد عده يهوديات تتصارع ثم هناك الصراع الشرقي والغربي هناك الآن العنصر الروسي الذي جاء هناك عنصر الفلاشة ولذلك كما قال يوري أفنيرا بعد مرور خمسين عام لا تعرف هذه الدولة هويتها هل هي دولة الإسرائيليين أم دولة يهود العالم كما لا فشلت في تعريف من هو اليهودي فأن نتحدث عن هذا باعتباره شعب يهودي بعتقد طب ما إن... هو إذا كان اليهود فعلا إلى الآن من خلال المعطيات فشلوا في تعريف من هو اليهودي من هو اليهودي في تصورك أنت بعد 36 عاما من البحث والدراسة في اليهودية والصهيونية هل تستطيع أن تعرف لنا من هو اليهودي؟ أنا أسقط كلمة يهود تماما من مصطلحي واستخدم بدلا منها مصطلح الجماعات اليهودية في صيغة الجمع ما الفرق بين المصطلحين؟ اليهود كلمة يهود بت... بتعني أن هناك كتلة واحدة متماسكة تسمى اليهود يعني لهم صفات تميزهم عن الآخرين م. أنا بحثت عن هذه الصفات فلم أجدها وهذا هو سبب انهم يسالون من هو اليهودي في مقابل ذلك وجدت ان كلمه جماعات يهوديه لحد ما لها مقدره تفسيريه عاليه وهي انني يمكن هنا ان اتحدث عن الجماعه اليهوديه في الولايات المتحده وان ادرسها في سياقها الامريكي والجماعه اليهوديه في اثيوبيا وادرسها في سياقها الاثيوبي والجماعه اليهوديه في مصر وادرسها في سياقها المصري وان فعلت ذلك سأفهم الكثير والكثير بينما لو تحدثنا عنهم باعتبارهم يهود والسلام كما يفعل بعض الصهاينة كما م. يفعل بعض المعادين للسامية إذا إذا سقطت في هذا فالمقدرة التفسيرية لهذا المصطلح ضعيفة للغاية لأنني سأحار في سأحتار في هذه الحالة لأن أرى كيف يتحدث يهود الولايات المتحدة الإنجليزية بينما يتحدث يهود اثيوبيا دكتور المهيرية. هذا هذا عفوا اسمح لي هذا يخالف كثير من او معظم الاطروحات الموجوده الان التي تفسر الواقع الموجود ايضا بالنسبه للصهاينه اذا انت تفسره تفسيرا مغايرا، الكل يرى ان هناك لوبيات واللوبي اليهودي في الولايات المتحده يكاد يكون متفق على اشياء اساسيه ويلعب دور خطير في صناعه القرار في اتجاه اسرائيل وهذا الطرح الذي تطرحه ربما يخالف قضيه اللوبيات، قضيه المؤامرات وما تصاغ وغيرها من الامور. أنت الآن أطروحاتك افتراضية في مقابل أطروحات واقعية موجودة يتعامل معها الناس ويحاولون تفسيرها لما تسمي أطروحاتي أنا افتراضية هو اقتراحاتهم افتراضات اقتراحاتهم أيضا افتراضية وعلينا أن نختبر هذه الأطروحات بالواقع نفسه كيف يعني يعني سأضرب أمثلة نعم. القضاء على محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر عام 1840 قبل المنتصف قليل حلفت أوروبا بأسرها ضد محمد علي دون أن يكون هناك لوبي يهودي أو صهيوني مثلا الولايات المتحدة قضت على ألاندي المنتخب شرعيا في شيلي ونصبت بينوشي هذا المجرم بدلا منه دون أن يكون هناك لوبي شيلي في مقابل ذلك حينما كان دوكاكس قد رشح نفسه للانتخابات وسئل المتحدث الرسمي التركي عن ماذا سيحدث ان كان هناك رئيس جمهوريه امريكي صاح له إثني خلفيه اثنيه يونانيه قال المساله في نهايه الامر مرتبطه بالمصالح الاستراتيجيه الامريكيه وبالتالي الخلفيه الاثنيه لرئيس الجمهوريه لا تهم على الاطلاق اطرح ايضا المثال التالي الفرق بين يهود المانيا في نهايه القرن التاسع عشر ويهود انجلترا يهود المانيا كانوا كثره عدديه نعم. آه كان اللغه الاساسيه للحركه الصهيونيه هي الالمانيه مم. الرئاسه بتاعت الحركه الصهيونيه موجوده آه في المانيا مم. يهود اليديشيه اليديشيه هي لغه المانيه نعم. نعم. آه كل هذا في مقابل يهود انجلترا المعادين للصهيونيه اثرياء آه 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 لكنهم قله قليله وهكذا دكتور عفوا ورغم آه. ذلك م. اسمح لي صدر وعد بلفور من انجلترا ولم م. يصدر في المانيا ولا يمكن تفسير هذا الا في اطار المصالح الاستراتيجيه لكن آه يعني نشر قبل ايام فقط ان بلفور امه يهوديه بولنديه وكان يخفي هذا حتى كشف بعض الباحثين مش بلفور هم قالوا احد المسؤولين عن وعد بلفور نعم. لان بلفور نفسه من الارستقراطيه الانجليزيه وحضرتك يعني اكدت في الموسوعه كما اطلعت انا على بعض اجزائها على ان هو كان يريد ان يتخلص من اليهود وان هذا يدخل نعم. في اطار الاستراتيجيه الغربيه وهذا ايضا يا دكتور يدخلنا في 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 محور هام للغايه نريد ان نستوضحه ايهما يوظف الاخر هل اسرائيل هي التي توظف الغرب لمصالحها والولايات المتحده كما هو ظاهر الان من خلال اللوبيات اليهوديه الموجودة في الولايات المتحدة والموجودة في اوروبا الان والتي استطاعت ان تقيم دعاوى في في سويسرا وتاخذ اموال والان تهدد المانيا وتاخذ منها اموال منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الان وفي فرنسا ما قامت به وما تفعله من يوظف الاخر؟ الغرب يوظف اسرائيل ام اسرائيل هي التي توظف الغرب الآن؟ في نهاية الامر انا بعتقد ان الامبرياليه الغربيه هذه امبرياليه ضخمه لها مؤسسات ولها طرق لصنع القرار وتشكلت هذه الاستراتيجيه في منتصف القرن التاسع عشر حينما ظهر اليهود كلاعبين في السياسه الدوليه في اواخر القرن التاسع عشر كان الاستراتيجيه تشكلت وكان الفكر الصهيوني ايضا قد تشكل على يد غير اليهود وهذه مساله هامه لابد من ذكرها ان الفكر الصهيوني ليس ذكرها وانما توضيحها ايضا نعم وهو حيث. كذلك آه يعني انا بقى ازعم في الموسوعه التي كتبتها ان الفكر الصهيوني بقده وقضيده قد تشكل في كتابات لورد شافتسبري ولورنس اوليفانت الصحفي الانجليزي وهذا آه وكلاهما معادي <applause> لليهود آه لانه في نهايه الامر الصهيونيه هي المشروع الذي يهدف الى تخليص اوروبا من اليهود آه وتحويلهم ونقلهم إلى بلد آخر وكما قلت تحويلهم إلى جماعة استيطانية ما هي الجماعة الوظيفية؟ مم. أزعم أن الجماعة الوظيفية أحد المفاهيم التي طورتها في الموضوع هي جماعة عادة يستوردها المجتمع من خارجه أو يجندها من داخله ويعهد إليها بوظيفة معينة ويعرفها في ضوء هذه الوظيفة والمثل على ذلك دائما هو المماليك أرى مم. أن المماليك جماعه قتاليه عرفت في ضوء وظيفتها ولذلك حتى كلمه مملوك نعم أه يمكن اضرب امثله اخرى على الجماعات الوظيفيه لكن دا لا داعي لان اصيب المستمع نعم. بالملل نعم. بعتقد ان اليهود او الجماعات اليهوديه في الغرب كانت جماعات وظيفيه عهد اليها بوظيفتين اساسيتين مم. التجاره والربا إيه لكنها اصبحت جماعه هل عهد اليهم ولا هم اللي تخصصوا في هاتين الوظيفتين إيه في علم الاجتماع لا يمكن ان نتحدث عن اراده هو التشكيل الاجتماعي نفسه قد قد حولهم إيه الى جماعه وظيفيه إيه لان اكبر دليل عن المساله ليست مساله مغروسه في طبيعتهم انهم في المجتمعات الاسلاميه إيه لم يتحول بعضهم لم يتحول إلى جماعة وظيفية أه بينما نجد أن بعض المسلمين قد تحول إلى جماعات وظيفية في أفريقيا فالمسألة مم. ليست مرتبطة بالطبيعة الخاصة لليهود وإنما مرتبطة بوضع اجتماعي معين أه حينما أصبح الجماعات، أصبحت الجماعات اليهودية جماعات وظيفية بلا وظيفة كان على الغرب أن يجد لها حلا، المساله اليهوديه في طب في جوهرها هي مساله الجماعه الوظيفيه التي اصبحت بلا وظيفه، الغرب قرر ان ينشئ وظيفه جديده لهذه الجماعات وهذه الوظيفه هي الوظيفه الاستيطانيه هم. ان يؤسس لهم دوله في فلسطين تصبح هذه الدوله قاعده للمصالح للاستعمار الغربي تدافع عن المصالح الغربيه نظير أن يدافع الغرب عن أمنها، وهذه هي العلاقة التعاقدية الموجودة بين الدولة الصهيونية الوظيفية والعالم الغربي. دكتور حضرتك بكده يعني عفوا يعني بتدخل في حاجتين أساسيتين. أولاً بتلغي قضية الدين عن الدولة اليهودية القائمة الآن في إطار تحويلها إلى إطار وظيفي. الثاني هو أنك بتلغي نظرية المؤامرة اللي بتقوم عليها معظم المفاهيم العربية وحتى ربما غير العربية بالنسبة للدور اليهودي أو للدور الصهيوني في الغرب وفي إسرائيل. نعم نظرية المؤامرة ليست بنظرية وإنما هي إشاعة <applause> آه، وهي مسألة بسيطة يعني أنك حينما تقول أن اليهود مسؤولين عن كل شيء فقد عفيت نفسك من مسؤولية التفكير من مسؤولية البحث من مسؤولية محاولة تزويد العقل العربي بخريطه تفصيليه لما يحدث، م. فالفك فنظريه المؤامره هي محاوله للهروب من التفكير، محاوله للهروب من الاجتهاد وبالتالي من الجهاد، لان م. كما اقول ان كان اليهود فعلا قد تحكموا في العالم باسره فيجب الا نحارب ضد الشيطان، انت تحارب فقط ضد البشر ولا تحارب ضد الشيطان فان كان اليهود بشر وهذا ما اسعى الى القيام به في نحولهم إلى بشر لكن البشر يمكن أن يقوموا بمذابح بالظلم أن يقوموا بالشر جزء من البشر بمعنى أننا نحن نقول سأنسن اليهود يتصور البعض أنني بذلك قد برأته لا أنا أحاول أن أجعل منهم ظاهرة اجتماعية تاريخية يمكن التعامل معها وفي اطار التعامل معها يمكن التعامل معها سلما وحربا، فمثلا يعني جنوب في جنوب لبنان يتعاملون معها مم. الانتفاضه تعاملت معها، تعاملت معها بان قامت بالجهاد ضدها انا تعاملت معها بالاجتهاد كتبت هذه الموسوعه من ثمانيه مجلدات في ربع قرن كي اعطي القارئ العربي والصانع القارئ العربي خريطه تفصيليه لهذه الظاهره اليهوديه والي... والاسرائيليه والصهيونيه. عفوا دكتور انا يعني ما اود ان انا اقطعك بس حضرتك الان بتلقي كثير من المفاهيم التي ربما تصدم العقل العربي الذي يعني منذ عده عقود او منذ بدايه الصراع العربي الصهيوني وهو له مفاهيمه الخاصة التي يتابعها من خلال هذا الواقع من السهل أن مشاهد بسيط الآن يقول لك دكتور إحنا في عصر العولمة اليهود يسيطرون على الاقتصاد العالمي ويوجهوه في ظل أيضا الجماعة الوظيفية الموجودة الآن اليهود يسيطروا على المناصب الرئيسية في الإدارة الأمريكية الآن ويوجهونها أيضا بما يخدم مصالحهم اليهود في المانيا الان اصبح لهم نفوذهم وتاثيرهم حتى على صناعه القرار في سويسرا في فرنسا في كل هذه الاماكن بتوجه الوضع حتى في الاتحاد السوفيتي مؤخرا حتى كان هناك رئيس وزراء يهودي كل هذا يعني هل كل هذه الاشياء هي وليده الطبيعه المجتمعيه او طبيعه المجتمعات انها ابرزت اليهود بهذا الشكل ام ان هناك مؤامره هناك تخطيط هناك ترتيب اولا حينما نتحدث عن اليهود بشكل عام فنحن نفشل في فهم يعني يهود الولايات المتحده مختلفين بشكل جوهري عن يهود اثيوبيا وعن يهود روسيا وعن يهود الهند وبالتالي انا اسمي مثلا يهود الولايات المتحده اليهود الجدد لان هؤلاء لم يمارسوا عدائد الساميه لم يمارسوا مساله الحياه في الجيتو لم يمارسوا التركز السكاني بمعنى انها تجربه جديده جدا ويجب ان ناخذها في الاعتبار <applause> آه وبالتالي حينما يحدث اليهود ترقي وحراك اجتماعي نعم. فهل هم مختلفون عن أقليات الأخرى أم أن هذا جزء من كونهم أقلية في مجتمع ديمقراطي يسمح لهم بالحركة أنا أشبه اليهودي في المجتمع الأمريكي بالموظف في المؤسسة ما إن نجح هذا الموظف في خدمة المؤسسة فإنه يترقى لكنه لو وقف ضد مصلحة المؤسسة فإنه يرفض ومن ثم أطرح السؤال التالي هل توجد لاسرائيل مصالح مختلفه عن المصالح الغربيه هل لو اختفى اسرائيل واختفى اليهود من على وجه الارض هل ستتغير الاستراتيجيه الغربيه قد تتغير درجه او درجتين لكنها ستظل في عدائها للعرب وفي عدائها للاسلام لسبب بسيط وهو ان الغرب مثلا يعيش على الطاقه الرخيصه آه ونحن نرى ماذا يحدث لاسعار البترول. نعم. آه نحن تصور لو حدث في العالم العربي والعالم الاسلامي نوع من انواع الوحده والكتله الاقتصاديه المتماسكه هذا يعني ان السوق الغربي ايضا سينحسر، هذا يعني ان موقفنا التفاوضي سيتحسن آه ف قد نجحوا في ان يجعلوا مشروعهم الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري. الغربي، وسالت مره السناتور ابو رزق نعم لو اختفى جيمس ابو رزق نعم هل لو اختفى, ال... نعم. اختفى اسرائيل واليهود من وجه الارض هل سيغير هذا من السياسه الامريكيه؟ م. فكانت اجاباته ظريفه جدا، قال انه لا يتخيل العالم بدون اسرائيل بدون... فلم يجب على السؤال لكن الصمت احيانا يكون ابلغ من الكلمات نفسها انا عندي ضغط شديد من المشاهدين والرسائل فاكس كثيره وصلت لكن قبلها اريد باجازه دكتور من هو اليهودي من هو الصهيوني من هو الاسرائيلي هل ثمه فوارق اساسيه بين التعريفات الثلاثه نعم من هو اليهودي سافشل في تعريفها لانهم فشلوا في الدوله اليهوديه لان الشريعه اليهوديه نفسها وضعت تعريف مبهب لليهودي انه م. من يؤمن باليهوديه ومن ولد الام يهودي فهل معنى ذلك الملحد يصبح يهودي م. الاجابه اجابت الشريعه اليهوديه نعم أه وبالتالي بنجد هنا ابهام م. لان التعريف هنا تعريف أه عقيدي وعرقي في م. نفس الوقت، م. على عكس الديانه الاسلاميه او الديانه المسيحيه لا يمكن لانسان ان يكون ملحد ومسلم او ملحد م. ومسيحي م. أه ان امنت امنت وان كفرت كفرت. أه فنتيجة لذلك نحن نتحدث عن اليهودي المتدين واليهودي الاثني واليهودي الملحد وفي داخل هذا توجد عشرات التشكيلات يهودي اصلاحي ويهودي ارثوذكسي ويهودي محافظ يهودي السفاري يعني يهود سنضيع في تعريفات من هو نعم اليهودي قبل نعم من نعم. هو الصهيوني الصهيوني هو من يؤمن بالايديولوجيا الصهيونيه سواء كان يهوديا ام غير يهودي يعني فعلا ادعاء وجود 40 مليون امريكي انجيلي صهاينه ممكن ان يكون صحيح مسيحي وصهيوني في نفس الوقت ممكن بالعكس انا ارى ان الحركه الصهيونيه قد تاسست على يد مفكرين غير يهود معادين لليهوديه وذكرت الاسم. من هو الاسرائيلي؟ اشكاليه اخرى لاننا مثل اليهودي تماما بنجد ان الاسرائيلي هل هو الذي ولد في في اسرائيل ام ان ال ال ال, ال 700 الف الروسي الذين هاجروا واستقروا في اسرائيل هم ايضا اسرائيل وماذا عن اليهود من اصل مغربي واليهود من اصل عراقي سندخل فيما اسميه في موسوعتي الان التركيب الجيولوجي في التركيب الجيولوجي بتاج طبقه الى جوار انت الطبقة. كده بتفكك يعني بتفكك اليهود تفكك الصهاينه تفكك الاسرائيليين هل تقوم واعيد تركيبها بطريقه هل تركيب؟ هناك من اتفق معك فيما تطرحه يعني بعض الكتابات العربية بعتقد انها قد اتفقت معي بشكل جزئي لعلني قمت بهذا العمل الموسوعي لمده ربع قرن يعني انا سابق في هذا الامر انني جمعت كل هذه الامور وحولت بعض الإشراقات الهامشية إلى أطروحات ذات طابع تفسيري مركزي، بمعنى إنه مثلاً التركيب الجيولوجي هذا بتجد في بعض كتابات حبيب قهوجي آه هذا الكلام، في كتابات الدكتور أسعد رزوق، كتابات جمال حمدان، آه فأنا آخذ كل هذه الأطروحات وحولتها لكن أيضاً أعداء الصهيونية اتهموك بأنك بسطت الحركة الصهيونية ومن ثم آه يعني فتحت لها آه المجال إلى أنها أنك خدمت الصهيونية بهذه الموسوعة ولم يعني تكن ضدها. هناك من يبسط الأمور ويرى ذلك، أنا بعتقد أننا بعد أن وضعت الخريطة التفصيلية للصهيونية فأنا لم أخدم أحد سوى الإنسان العربي والحقيقة، بمعنى أنه أعتقد أن كثير من الصهاينة واليهود بعد أن يقرأوا موسوعاتي سينظرون ويحاولون التجاوز يعني هز... أنت تعتقد التهديدات التي وجهت إليك من الصهاينة يمكن أن تتطور بعد أن يقرأوا الموسوعة ويعتبروك فعلا الآن ساهمت أو بتساهم في معاداة الصيونية والسامية بشكل أساسي؟ أنا غير معادي لليهود دي مسألة يعني صارمة أنا أنادي بأن بالدفاع عن حقوق اليهود في أوطانهم يجب ان نتذكر ان اليهودي الذي يحرم من حقوقه في وطنه يتحول الى مستوطن صهيوني لكن يعني انت تعادي الصهاينه؟ اعادي الصهيونيه بمعنى انها ليست كراهيه وانما قمت بعمليه دراسه للكيان الصهيوني ووجدت انه كيان استيطاني احلالي فانا اعاديه مثلما اعادي جنوب افريقيا النظام الابيض مثلما اعادي النزيه ليس بنفس الدرجه ولكني اضع كل هذه الحركات في نفس الاطار وفي نفس السياق اسمح لي اخذ بعض المداخلات الاخ سعيد من برلين آه نعم شكرا في الحقيقة أنا لا أتفق مع الدكتور عبد الوهاب المسيري فحسب بل أحب أن أؤكد أن هذا البرنامج هو بداية لحوار علمي حقيقي حول أبعاد الصهيونية فالصهيونية كما أراها هي جزء من مخطط هيمنة أقدم من فكرة الصهيونية م. الصهيونية كفكرة كبنية سياسية كبرنامج سياسي كعدة شركات استعمارية اتبلورت بعد اجتياح المشرق العربي لضرب قوات محمد علي والحيلولة دون أي نوع من الاستقلالية السياسية في المشرق العربي لأنه هذا الاستقلالية كانت تحول دون تنفيذ مخطط الهيمنة الاستعماري في المشرق العربي م. من توحيد فقط من توحيد هذه الشركات الاستعمارية في مؤتمر بازل م. تطورت أول شركة استعمارية متعددة الجنسيات في الإطار السياسي للمنظمة الصهيونية العالمية م. بحب أن ألفت نظركم أنه هيرتسل اللي هو ساعي بريد فقط كان رفض فكرة الاستعمار الصهيوني في فلسطين وانه تبنى هذه الفكرة فقط بعد ان ذهب الى باريس وحاول التطفل على مائدة روتشيلد م. وكتب مشروع استعماري مقدم الى آل روتشيلد لان روتشيلد كان يملك اول شركة استعمارية في فلسطين الا وهي الاليانس اونيفرسيل دي اسرائيل وكتب هذا المشروع الذي نشر تسع اشهر بعد تقديمه الى ال روتشيلد تحت عنوان دوله اليهود قوه الحركه الصهيونيه هل يمكن ان توجز يا اخ سعيد اخ سعيد يمكن ان توجز ب... أ... بحاول بس ارجوك اسمع انا بقى انا تشرفت بمعرفه الدكتور عبد الوهاب المسيري في المؤتمر الفكري حول الصهيونيه اللي شاركت فيه وهذه بالنسبه لي فعلا بادره ايجابيه جدا فارجو ان اطرق بس لفقرة حول الصهيونيه والنازيه لانه هاي مهمه جدا سمع. أه نعم في عام 1932 حصل الصهاينة في انتخابات الجالية اليهودية في ألمانيا على واحد فاصل ستة أقل من 2% في وتم توحيد الجالية اليهودية تحت القيادة الصهيونية من قبل هايدرش عام 1935 عنوة كانت الأغلبية تم عملية صحينة اليهود في ألمانيا بمساعدة المؤسسه النازيه الالمانيه اللي م. وضعت 182 مليون مارك امبراطوري م. تحت تصرف المنظمه الصهيونيه العالميه لبناء الاقتصاد في فلسطين طيب انا عندي فقط ثلاث اسئله اتفضل. مختصره جدا بعد 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 كل هذا لازلت لم تسال تفضل باسئلتك يا اخ سعيد في أفسي. المستقبل في المستقبل انهم يطرحوا للنقاش اولا تفضل تفضل اول شيء السؤال الأول إنه المخط حول البنية العضوية اللي تربط الشركات الاحتكارية وخاصة شركات إنتاج الأسلحة المهيمنة في إسرائيل م. بالشركات الاحتكارية في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه نحن نتكلم خلاص خلاص بس أرجوك يا أخ سعيد سؤالك فقط بدون شرح، السؤال الثاني <applause> سؤالك الثاني السؤال الثاني م. انه حول كيف نجحت الصهيونيه في اجتثاث الوجود وجود اليهود العربي بالقوه في بغداد قاموا بالقاء القنابل على المعابد اليهوديه من اجل جلب المواطنين العرب يهود الديانه كايدي عامله رخيصه للعمل في الشركات الاحتكاريه الصهيونيه في فلسطين سؤالك الثالث لم يطرح لم يطرح هذا السؤال لغايه الان سؤالك الثالث يا اخ سعيد السالث. السؤال هل هل يشكل خطر صحينة اليهود هل يقل هذا الخطر عن خطر تفشي النازية في الكنيسة المسيحية في أوروبا؟ شكرا لك أخ سعيد دودين من برلين دكتور عدنان من لندن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أحب أوجه سؤال للدكتور عبد الوهاب تفضل يا سيدي هناك علاقة وثيقة بين الصهيونية كحركة سياسية وبين الماسونية فأحب أسأل الدكتور هل عنده معلومات عن طبيعة هذه العلاقة وإذا كان هيك علاقة وثيقة كيف نبرر أنه انتماء بعض المسؤولين وحتى الرؤساء في الدول العربية إلى الحركة الماسونية سؤال مهم جدا شكرا جزيلا لك أرجو أن نبدأ بالسؤال الأخير يا دكتور <applause> نعم يعني انا توفرت على دراسه هذا م. العلاقه الصهيونيه بالماسونيه لم اجد دلائل على هذه العلاقه فيوجد م. اولا كما يوجد يهوديات فيوجد ايضا ماسونيات م. مختلفه م. والمساله تختلف من وطن عربي الى اخر فمثلا يبدو لها وضع خاص جدا في تركيا آه كثير من من يسموا بالماسونيين آه هم في واقع الامر قد دخلوا الماسونيه لاسباب معاديه للاستعمار فمثلا في مصر وجدنا ان كثير ممن دخلوا الحركه الماسونيه دخلوا فيها ليستفيدوا من وضع الماسونيه الغربي م. في ان هو اعضاء الجاليات الغربيه كان لهم حقوق غير متوفره لل نعم. للشعب المصري نعم. فبالتالي كثير من دعاة حركات التحرر الوطني كانوا ينضمون للماسونية في في الماسونية مثلا في ألمانيا منعوا من دخول اليهود م. الماسونية الارثو... اليهودية الأرثوذكسية تحرم الماسونية م. فكما نرى المسألة يعني مركبة يعني جدا يعني ما نقدرش نقول إن في علاقة أو نقدر نبسط أو نفكك كما أنت قائم على مذهب التفكيك أنا هنا التفكيك يؤدي بي إلى أن أرى ماسونيات عديدة ويهوديات عديدة ويجب علينا دراسة كل حالة في ظروفها ويجب ألا نعمم في حالة الماسونية لكن الماسونية بأدنى درجة لها وأعلى درجة لها، كيف تراها؟ لا توجد وحدة فمثلا الماسونية في فرنسا مختلفة تماما يعني هل يوجد ماسونية خيرة يعني تساعد الناس كما هو ظاهر في مناهج الماسونيه او مبادئها او الترويج لها؟ في بعض المراحل فاعتقد مثلا الماسونيه في علاقتها بحركات التحرر الوطني كانت مثلا الماسونيه الايطاليه والفرنسيه تساعد قيادات الحركات الوطنيه في البلاد المستعمرة من قبل انجلترا، بطبيعة الحال كان هنا صراع بين الصراع مثلا الـ 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 الاستعمار الايطالي والفرنسي في مقابل الاستعمار الانجليزي، هم. لكن كما هو الحال في العالم الثالث دائما نستفيد من الصراعات بين الاستعمارات المختلفة، فما اقوله ان هناك شائعات تتردد وما اطلبه من ممن يروج لمثل هذه الشائعات ان يدرس المساله ان يجتهد قليلا لياتي بالحقائق لأن هناك أسئلة كثيرة يعني أنا لا أقول إن أنا أجبت على كل الأسئلة طب أنت بعد 26 عاما ألم تجد علاقة مباشرة بين الصهيونية واليهودية؟ أنا ألا يوجد شخص. اتفاق؟ ألا يوجد تعاون؟ ألا يوجد يعني أي شكل من أشكال الترتيب حتى بين الحركتين؟ لا لا اجد هذا اجد منظومه بس دي جديده دكتور هذا الطرح الكثير يؤكد على ان الماسونيه هي وليده للحركه الصهيونيه وهي تخدم اهدافها بكل اشكال الماسونيه عليهم ان ياتوا بالدلائل يعني انت لم تجد دليل حتى الان يعني تمام تمام مثل البروتوكولات الجميع يردد البروتوكولات لكن لو قرات البروتوكولات اي تحليل للنص بدون اي دراسه ستكتشف على الفور ان كاتبها لا يمكن ان يكون يهودي عندي سؤال من مبارك الحشاش من الكويت يقول صدرت انه قرأ البروتوكولات في السبعينات وانه وجد فيها هل يمكن ان تفسر لنا الى اي حد تقف يعني تقف الصهيونيه لتحقيق اهدافها خاصه نحن الان في وضع يختلف عن السبعينات هو بيقصد بسؤاله ان البروتوكولات في الوقت الذي صدرت فيه لتحقيق أهداف للصهيونية وغيرها كما هو شائع عند الكثيرين هل تتفق مع الوضع القائم الآن؟ أنا يعني مسألة أولا هي كتبت باللغة الروسية مم. ولو كانت وثيقة سرية كما يزعمون مم. كان يمكن الحاخام الذي كتبها أن يكتبها باليديشية وهي لغة كانت غير معروفة أو بالأرامية <applause> التي لا يقرأها إلا المتخصصون، لِمَ كتبت بالروسية؟ في الواقع كثير من يهود روسيا في ذلك الوقت كانوا لا يعرفون الروسية، ولذلك كان هناك عملية تسمى الترويس، راسيفيكيشن، أي تعليمهم اللغة الروسية، إلى جانب أنه لا يوجد إشارة واحدة للدين اليهودي في داخل البروتوكولات إلا لداود وسليمان ويمكن أن تكون مصادرها مسيحية إنجيليه، ويوجد هناك إشارة لإله فيشنو، ثم أطرح السؤال الثاني، إن كانت هناك مؤامرة يهوديه <applause> فلما يكلف الحاخام نفسه ان يقول اننا فعلنا كذا في الماضي وسنفعل كذا في الحاضر في المستقبل بل لماذا يكلف خاطره اليس الا يخاطب حاخامات مثله اشرار وذئاب مثله فال هذه وثيقه ساذجه للغايه وقد وجد العقل العربي فيها تفسير للهزيمه بمعنى اننا هزمنا وهزمنا من عدو ليس مهولا لهذه الدرجه، م. فكيف يمكن ان نبرر حاله الهزيمه عندنا؟ ان ندعي ان هذا العدو عنده قوه شيطانيه بحيث ان نقول اذهب ربك حريبا ان هنا قاعدون. عندي سؤال من محمد شريف من لندن يقول لك هل تجد مبرر في ان تخوف العرب والصهاينه آه تخوف العرب في بدايه القرن العشرين؟ هل هل تجدون مبررا في تخوف العرب في بدايه القرن العشرين من الصهاينه وليس من اليهود كاصحاب ديانه سماويه رغم ان هذا المفهوم تغير حيث ثبت ان اليهود الحقيقي هو اخطر بكثير على العربي والمسلم من الصهيوني. اولا يعني كما اقول من هو اليهود الحقيقي هذا؟ أه هل هو يهودي امريكا ام يهودي روسيا ام يهودي اثيوبيا؟ أه يعني مساله اليهود الحقيقي بيفترض وجود جوهر ما هو غير موجود. أه يوجد اقليات وجماعات يهوديه مختلفه لكل مصالحها وديناميتها. ال الاقليه او الجماعه اليهوديه في الولايات المتحده ثريه وقويه وعندها لوبي قوي والديمقراطيه الامريكيه ديمقراطيه مبنيه على جماعه الضغط فهم يلعبون دور داخل الاستراتيجيه الامريكيه الكليه، بينما يهود اثيوبيا مثلا ليس عندهم مثل هذه القوه او يهود جنوب افريقيا. سؤال ايضا اخر يقول هل تجاهلت عن قصد ذكر عند عند الحديث عن المستوطنات وتفكيكها، الحديث عن احتلال الاوروبيين للولايات المتحده واختفاء العنصر صاحب الارض من الهنود الحمر، هل يمكن ان يحدث هذا في فلسطين؟ يعني انا بجد انه جميع التجارب الاستيطانيه الاحلاليه التي نجحت نجحت بسبب انها قامت باباده السكان الاصليين. لم تنجح الصهيونيه في اباده الفلسطينيين لاسباب كثيره. من ضمن هذه الاسباب ان المشروع الصهيوني بدأ في اواخر القرن التاسع عشر حينما بدأ العالم ينفتح. ثانيا ان الشعب الفلسطيني لم يكن شعبا بسيطا يمكن القضاء عليه كما فعل الانسان الابيض في الولايات المتحده. ثالثا الشعب الفلسطيني يؤيده كتله بشريه ضخمه من حوله هي الشعب العربي. رغم تقاعس بعض النظم لكن هناك هذا الزخم الشعب الفلسطيني أيضا شعب متعلم ومقاوم ومنظم فكل هذه فوت قد فوت كل هذه العناصر فوتت الفرصة على الإسرائيليين بحيث أنه حل الإبادة أصبح غير مطروح بالنسبة للإسرائيليين ومن ثم لا نعرف أي تجربة استيطانية إحلالية نجحت بدون إبادة السكان الأصليين حنان جاد من الشارقة مساء الخير أهلا مساء الخير أنا كتبت كتبت خبر عن قرب صدور الموسوعة في غضون شهر وصدرت بالفعل الموسوعة بعد ست سنين حضرتك صحفية؟ صحفية مم. وصدرت الموسوعة بعد ست سنين كانت ساعة دكتورة عبد الوهاب شوية مم. عندي سؤالين اتفضلي السؤال الأول إيه هي الجهة البحثية اللي مولت مشروع خمسة وعشرين سنه من من البحث وثمان مجلدات ثمان مجلدات نعم السؤال الثاني انه يعني كان هناك وعد انه الموسوعه تتجاوز مساله مراكمة المعلومات مم. عشان تقدم منهج بقلبه مشروع للمواجهه او الجهاد هل ممكن القاء الضوء على هذا المشروع شكرا ليكي حنان جد جمال محمد من السعوديه ياسر رضوان من ايطاليا آه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. آه، أنا أشكرك يا أستاذ أحمد على البرامج بتاعتك الشيقة اللي بتقولها من الألف للياء بصراحة. شكراً جزيلاً لك <applause> وبصراحة نتمنى لك دوام التوفيق إن شاء الله. شكراً جزيلاً لك اتفضل. آه، سؤالي لل آه، شكرا طبعاً للدكتور آه، عبد الوهاب على العمل اللي عمله م. وأنا عايز أوجه وأديلك وأ... أ... أ... أقول لك فكرة آه كبيرة جداً على اللي أنت بتقوله. إيه لحضرتك هيغير التفكير جديد واسلوب جديد للتعامل وخصوصا مع القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه. إيه الوضع اللي موجود يا دكتور عبد الوهاب إيه انه في سلام قائم م. والسلام لابد ان احنا يعني إيه نكون معاه في صوره في, في سلام زي ما يعني كلم كلمه في معنى بمعنى الكلمه. مم. لكن الواضح الاساسي الموجود من البلد وخصوصا اسرائيل وتغيير حكومات وحكومات رايحه وحكومات جايه نعم وصراع م... وصراع ما بين متاسف بتكلم بالعاميه انا بكلمك من لا اتفضل اتفضل إيه عايز اقول لحضرتك ان انا عايش هنا في ايطاليا وبنشوف اسلوب غير عادي جدا والبلد نفسها الايطاليين مش واخدين عليه اصلا مم. وهو ان تجدد الحركات التجديد في الديانات زي ما بيقولوا زي حركة الدين الجاي اللي بيقولوا عليها وحركات جديدة من ال من, من الأسلوب المسيحي نعم واللي سمعته من بعض من أعضاء أن هذا تجديد للتعاون بين اليهودية والمسيحية في نفس الوقت الشيء اللي بيحز في نفسي أو بيأثر في, في داخلي كإني إن إنسان عربي أو إنسان مسلم إلى أي درجة إحنا وصلنا إلى أي درجة وصلنا من التفكك انا متشكر جدا على اللي انت قدمته والموسوعه اللي حضرتك قدمتها انك توضح لنا وجهه نظر ويا ريت نقول ما نقولش انها وجهه نظر نوضح توضح لنا انها حقيقه نعم انا بكلمك بكل الامي وبكل جروحي الداخليه اللي جوايا شكرا ليك يا اخي شكرا حلص. ليك حسن ابو بكر من النمسا حسن الو حسن ابو بكر اتفضل يا سيدي ايوه عايز اقول للدكتور مسيري أن طرد السكان الأصليين من بلدهم في أي مكان في العالم ظلم وجور ولا يمكن لدولة أن تصادر أراضي السكان الأصليين تقول أنها دولة ديمقراطية ما رأي الدكتور في أرض النوبة وحجة الاستثمارات فيها وفي محل الأجانب فيها وفي نفس الوقت ترفض إقامة الإنسان الموضي في أرض أجداده بسبب العراق الأفريقية التي ينتسبون إليها وما رأي الدكتور في حكايه ارض تشكى النوبيه الدنيا كلها تعرف انها ارض نوبيه حكومه مصر ترفض بل تصادر هذه الاراضي لصالح اهل النوبي اليست هي حسن سياري هذا سياري هذا سياري سؤال خارج حسن اسمح لي هذا سؤال خارج موضوع الحلقه نحن نتحدث عن الحركه الصهيونيه ومستقبل الدوله اليوم الدكتور عبد الوهاب الجهات البحثيه او الجهات المموله للابحاث عاده ما كلها لها تاثيرها على توجهات الموسوعات والاشياء التي تنشا ومن المؤكد ان الذين وقفوا وراء تمويل هذه الموسوعه كان لهم تأثير على هذه التوجهات نعم يعني كانت زوجتي مثلا وراء هذا الموضوع لأن الحزن الحظ آه والسوء آه لم أجد ممول لأنه لا يوجد مؤسسة بحثية على ما أعتقد يمكن أن تمول عمل يستمر من أين عشت 25 سنة أو 26 سنة اسمح لي عفوا بالسؤال يعني <applause> يعني لأن هناك تشكيك أنت الآن يعني تأخذ توجه معادي للحركة الصهيونية فمن المؤكد ان هناك جهاد معادي للحركه الصهيونيه ان تقف وراء عمل مثل هذا وان كان هذا سؤال يعني سيكون محل تشكيك من بعض الناس، ارجو اجابه واضحه عليه لو سمحت. يعني عبر 25 سنه انا عملت في الولايات المتحده وعملت في المملكه العربيه السعوديه ثم يعني يعني كان لك مواردك الله بيكرم كما يقول فا يعني تكل كان عندي مثلا يعني لم يكن هناك اي جهه تقف وراء دعم يعني دعم. هناك بعض الاصدقاء في الواقع م. ساعدوني بزخاء شديد بمعنى ان تفر عام 1900 يعني هذا هذا الطرح عفوا وهذه الموسوعه عباره عن نتاج شخصي بحت الى حد يعني كبير م. يعني الأصدقاء الذين قاموا بتمويل هؤلاء استطعت مثلا ان استقيل من كل اعمالي مده ما يقرب من تسعه اعوام واتفرغ للعمليه البحثيه بحيث انه كان مستحيل ان انا استمر فيها بدون هذه العمليه البحثيه، وهناك في نهايه الامر مع الناشر الذي خاطر بامواله انا عندي اسئله كثيره جدا حوالي سبعة 8 اسئله بتسال عن الموسوعه وكيفيه الحصول عليها لا وهي حديثه الصدور واحنا لا نريد ان ندخل في اطار الدعايه لانها ليست ضمن الاشياء ولكن استجابه لبعض اسئله المشاهدين ايضا نعم. الذين يسالون بايجاز الموسوعه ايه صدرت منذ اسبوعين في القاهره عن دار الشروق هم. واحب ان انوه هنا بدار الشروق وهذه ليس من قبيل الدعايه وانما لانه لا يوجد ناشر في العالم العربي يخاطر بامواله ويستثمرها في موسوعه من ثمانيه مجلدات لان بيع الموسوعات شيء بطيء للغايه مم. مم. فيعني بارك الله فيه لمجهود هذه واقوم ايضا بمحاولات فمثلا انا نائب جماعه انصار جماعة القدس وهذه جماعه تحاول مناصره جامعة القدس العربية بحيث أنه هو لا, يوم لا ينسحب الوجود العربي من القدس وأرجو نعم. أنه برضو من خلال هذه الجمعية ان أتمكن من تصريف بعض السلام محمد كاظم عفوا. محمد كاظم من, القد... من لندن محمد محمد كاظم يبدو أن الخط انقطع في عبد الكريم السلام عليكم محمد كاظم ألو السلام عليكم نعم يا أخي عليكم السلام تفضل يا سيدي شكرا بدايه للاستاذ احمد ويعني هذه بدايه موفقه حقيقه في هذا البرنامج الجديد شكرا جزيلا لك ونبارك للاستاذ عبد الوهاب هذا الانجاز العلمي العظيم الحقيقه هم. الذي نعتقد انه سيكون سلاح مهم جدا لان سلاح المعرفه معرفه العدو امر مهم جدا في التعامل معه هم. لدي الحقيقه سؤالين تفضل دكتور الدكتور قال ان الفكر الصهيوني نشا من افكار غير اليهود، مجموعه من المفكرين غير اليهود. م. ألا يرى الدكتور ان الديانه اليهوديه، التوراه والتلمود على وجه التحديد، تساعد على ايجاد الفكر العنصري التفوقي؟ م. والسؤال الاخر الحقيقه هو نحن نلاحظ ان المجتمعات الغربيه جميعا تكره اليهود. <متحدث> هو الغربيون لا يصرحون بذلك ولكن <متحدث> في حقيقه الامر اذا يعني تحدثت مع اي غربي تجد منه الكره الشديد لليهود <متحدث> آآ آآ يعني اي اي كلمه معه تجد انه بشكل عام آآ يكره آآ اليهود <متحدث> السؤال هو في الحقيقه هل هناك اي احتمال لتغيير هذه النفسيه اليهوديه لان اعتقد انها هي سبب كره الغربيين لليهود، هل هناك احتمال لتغير هذه العقليه او النفسيه العنصريه التفوقيه في المستقبل للحقيقه يعني للرد على اطروحات القائلين بامكانيه التعايش سؤالك سؤال هام للغايه وهو يمكن ايضا ان ينطبق على موضوع الـ الـ يعني هل هناك امكانيه ليحدث ليصبح هناك تعايش عربي صهيوني او عربي اسرائيلي اخذ الاخ محمد الاخ عفيف عبد الكريم من روما السلام عفيف عليكم. السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله مش حاب اطول ب... معلش بحكي بلعني. سؤالي ما يلي تفضل بوجه للدكتور الا تعتقد انه الأساليب المسبقه للمخططات الصهيونيه بتم صهينه العرب نفسهم يعني بطريقه باسلوب نفسي مثلا بيطرحونهم راح يصادروا المسجد الاقصى وراح يعملوا كذا يعني هي الجرعه الاولى لمخططاتهم هذا سؤال نعم شكرا شكرا جزيلا أه دكتور عندي عندي سؤالين الان أه الا يمكن ان تتغير العقليه اليهوديه بحيث انها تتعايش وتغير هذه الكراهيه التي كما يقول انهم يتمتعون بكراهيه ايضا في الغرب ليسوا في المنطقه وحدها بحيث انها تتعايش مع الاخرين ام انها مبنيه على ان تكون هكذا وعلى ان تثير كراهيه الاخرين ضدها اولا انا لا اعتقد ان هناك ما يسمى بالشخصيه اليهوديه مم. هناك شخصيات يهوديه آه نابعه من تشكيلات معينه مم. ونفس الشيء بينطبق على العبقريه اليهوديه والجريمه اليهوديه آه عبقريه اليهودي ليست تك لا تكمن في يهوديته واجرام اليهودي لا تكمن ايضا في يهوديته، بمعنى ان مقوله الشخصيه اليهوديه والشعب اليهودي والعقاريه اليهوديه والجريمه اليهوديه هذه جر... مفاهيم كلها تستند الى مفهوم الوحده الصهيوني الذي هو ايضا مفهوم معادل السميك إيه وخطوره مثل هذا الموقف او مثل هذه الرؤيه انها تجعل من الصعب علينا فهم اي شيء إيه تجعل من الصعب علينا مثلا فهم سلوك بلد زي شبه جزيرة السويد والنرويج التي لا يوجد فيها يهود تقريبا مثلا يصعب علينا فهم واحد زي أوليفر كرومويل الذي طلب بتوطين اليهود في انجلترا رغم انه كان لا يوجد يهود، هل كان هو اللوبي اليهودي؟ يجب ان نفهم المساله في اطارها الاستراتيجي الحضاري الاوسع ومن ثم سنبدا في فهمها لا كما أقول يجب أن ننظر لليهود من الداخل وإنما يجب أن ننظر لهم أيضا من الخارج لطالما ننظر لليهود من الداخل فقد وقعنا في الرؤية الصهيونية ووقعنا أيضا في الرؤية العنصرية هل هذا السؤال اللي عفيف ذكره من أن بيتم صهيانة العرب من خلال تقديم رؤية اليهود من الداخل لهم؟ صهيانة العرب بمعنى أن احنا بندخل معهم في عملية سلام أنا بعتقد قد اوافق على هذا لان وجدت ان الخطاب الصهيوني قد صادر كلمات مثل السلام والحوار فيقولون هل انت مع السلام او ضده اقول انا مع السلام العادل السلام الذي يعيد للفلسطينيين ارضه انا اسود من دعاه الحرب هذا مع ويقولون هل انت مع الحوار او ضده اقول انا مستعد ادخل في حوار مع من يتفق معي في الحقوق الاساسيه للانسان ان من حق الفلسطيني العوده لوطنه وهناك قرارات في هذه الامم بهذا آه لكن انفجر الحوار العادي هناك أيضا الحوار النقدي وبعتقد أن موسوعتي هي مساهمة في هذا الحوار النقدي بمعنى أنني أتحاور مع الصهاينة من خلال توضيح رؤيتي للأوهام الصهيونية للعنصرية الصهيونية أنا عايز أسألك هنا عن قضية الحوار أنت تحاورت مع رئيس الإسرائيلي الأسبق آآ آآ مرتين في الولايات المتحدة نعم. آه الرئيس الاسرائيلي هايم هيرتزوك, حي حيم هيرتزوك. نعم. نعم مرتين في الولايات المتحدة عندما كان رئيسا لبعثة إسرائيل في الأمم المتحدة نعم. وكانت مناظرتك مع أمام التلفزيون الامريكي وربما شاهدها الامريكان دكتور على أي الأشياء يستند الصهاينة في تقديم رؤيتهم وعلى أي الأشياء أنت استندت في نقد هذا المفهوم بإيجاز. يعني في نهاية الأمر الصهاينة مهما داروا ولفوا يقولون انها ارض بلا شعب شعب بلا ارض فاقول ان من الواضح ان هذه الارض لها شعب وهو الشعب الفلسطيني واتي بالادله من بينها الانتفاضه الان لان انا بعتقد ان الانتفاضه هي شكل من اشكال الحوار المسلح انك انت بترسل رساله الى العدو يعني انت ما بتعتقدش الحوار هو الجلوس على موائد المفاوضات وان هناك اشكال احد اشكال ما هي الاشكال, الحوار؟ الأشكال الاخرى التي كما تعرف. قلت الحوار النقدي والحوار المسلح مم. بعتقد ان حزب الله يحاور اسرائيل ايضا لان اسرائيل تدعي ان هذه ليست ارض لبنانيه فحزب الله يبين لهم ان هذه ارض لبنانيه وذلك عن طريق اطلاق النار عليهم الفلسطينيين عن طريق القاء الحجاره والعمليات الاستشهاديه المختلفه هذا شكل من اشكال الحوار يجب الا نسمح للصهاينه بان يصادروا مصطلحات مثل السلام والحوار فنحن مع السلام العادل نحن مع ما هو الحوار. مفهوم السلام ما هو مفهوم السلام العادل لديك؟ هو مفهوم الدولي ايضا وهو السلام الذي يعيد لاصحاب الارض لاصحابها ارض 67 ولا ارض 48 ولا ارض اسلو ولا اي ارض انا يعني. انا من رايي انا ان هناك قررت هيئه الامم تطالب اسرائيل بعوده الفلسطينيين في الواقع لم يسمح لاسرائيل بدخول المنظمه الدوليه الا بعد ان وافقت على عوده الفلسطينيين بمعنى ان هذا مشروط بهذا إيه أن لكن ل... انت ايضا تدعو الى تفكيك اسرائيل لانها دوله استيطانيه وتدعو الى تفكيكها ايضا كما فككت جنوب افريقيا، كيف يتوافق هذا السلام العادل مع عمليه التفكيك؟ تفكيك دوله عنصريه نحن كلنا مع تفكيك الدول العنصريه، لم يبكي لم يذرف احد الدم على الجيب الاستيطاني في الجزائر، لم يذرف احد الدم على الجيب الاستيطاني في جنوب افريقيا، لكن هذا لا يعني قتل البشر، انا ضد قتل البشر، انا ضد الحرب كما اقول سعيد الحسن من المغرب مرحبا اخ احمد احنا نهنئ القناه ونهنئك على هذه البدايه الموفقه حياك الله يا اخي شكرا جزيلا لتقديم مفكرنا الكبير الحقيقه شكرا انا لا اريد ان اوجه سؤال انما نداء الحقيقه للاستاذ المسيري نداء الحقيقه نابع من الاهتمام والفرح والقلق ايضا ليشعر به كثيرون ممن تابعوا جهود المسيري في عمل الموسوعه. م. الفرح سببه ليس فقط موسوعيه جهد المسيري انما ايضا البعد المعرفي والنافذ لهذه الموسوعه م. اللي يجعلها بناء رصين حقيقه فيما يمكن تسميته بعلم اجتماع معرفه عربي او اسلامي. م. الدراسة الصهيونية بينت في رايي ربط صحيح طبيعه العداء والتناقض المحتوم بين الصهيونيه والحضاره العربيه والقيم الاسلاميه. ليس المفهوم التامري الشائع انما الغوص في طبيعه الصهيونيه وبانها شكل فج من المنظومه المعرفيه المغربيه، اما القلق الغربيه. اما القلق الحقيقه فسببه ان تنوء جهود المسيري وطاقته الكبيره كفرد بالاعباء لتواجه تواجه اصدار الموسوعه فنيا وماليا، الموسوعه فضرت لكن من اطلع على الجهد على المجلد السابع من الموسوعه حول اسرائيل يلحظ انه في عناوين كثيره جدا اكثر من 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 انه مداخل وهذا يعكس استجابه ورضوخ الاستاذ المسيري في النهايه لاصدقائه وممن تابعوا عمله في انه لا يتوسع كثيرا يعني هل كنت تتابع يا اخ سعيد هل انت الموسوعه لا صادره يعني عمرها اسبوعين كما قال الدكتور. انا بمسودتها اخ احمد حتى المسوده سرحت لي الفرصه للمتابعه نعم من سنوات نعم. الحقيقه. طيب القلق ايضا بايجاز لو سمحت يا اخ حتى سعيد. لا اطيل عليك اخ احمد ساختصر الان انا اطلب من الاستاذ المسيري انه يتفق مع مجموعه من اصدقائه ومعارفه وتلاميذه ليشكلوا لجنه اولا للتوسع في المجلد السابع كما كان يريد اصلا واصداره بموسوعه مستقله ومتابعه ايضا موسوعته المعرفيه الفلسفيه حول العلمانيه طيب وتوجيه نداء لتوفير التمويل اللازم يا لهذا يا اخ سعيد شكرا جزيلا شو اشكرك لا لان لدي طبعاً. مشاهدين اخرين ينتظرون على التليفون طيب باجازه يا دكتور لو سمحت نعم باجازه شديد في الواقع بسبب التهديدات اللي كانت تصلني كنت ارسل بنسخ من الموسوعه كل يعني كل نسخه ارسل بها لعده اماكن اه لحفظها يعني آه فيبدو ان آه. الاستاذ سعيد قد اطلع عليها آه. في آه. آه. من خلال انك تحفظها آه. مدحت مقلد من الامارات الو مساء الخير مساك الله بالخير انا معلش يمكن اكون قاسي شويه مع الدكتور المسيري لانه بعض الحاجات اللي قدمها في كتابه اليد الخفيه خطيره جدا م. وانا شايف انه في بعض المثقفين بينوقوا فكره نظريه المؤامره م. والغريب فيهم ان يقول لك بلاش التعميم ولكن يعمموا حينما يكون الامر متعلقا بالاوروبيين والاستعمار م. فالاستاذ المثيري هنا في نفس البرنامج ده م. قال لك الاستعمار والغربيين عاوزين <applause> يستولوا على مصادر الطاقه فيعني <applause> بنفس المفهوم اولا الاوروبيين دول ما هماش واحده واحده او الغربيين هنا نعم. نعمم ونصر على التعميم ونيجي على الصهيونيه ونحاول ان نبرئها من فكره المعمرة مم. ويتخذ من موضوع بروتوكولات حكماء صهيون <applause> واثبات انه هو قد يكون وثيقه مزوره ولو ان ده لسه برضه مش ثابت انا قريت كتابه اليد الخفيه بعنايه شديده جدا نعم ودي مساله خطيره وهو بيقول انه احنا مش عاوزين نقول ان دول عندهم مؤامره لانه ده بيهول من العدو بتاعنا فما نقدرش نقاومه واحنا كمان لما نقلل من قيمه العدو ما نعرفش نقاومه فاللي انا عاوز اقول للدكتور انا قلت الكلام ده مره في حديث للبريتش بي بي سي م. على التلفزيون انه وان كانت البروتوكولات مزوره فان ما حدث منذ ان صدرت البروتوكولات وعرفت يثبت أن كل ما قيل فيها حقيقة سواء كان حد كتبها بنوع من البروفيسي أو التنبؤ نعم وإن اليهود تبنوها وحققوها that's beside the point يعني ده, ده مش مش المشكلة مش المشكلة إن الوثيقة مزورة ولا مش مزورة المشكلة أنهم يحققون كل ما جاء فيها وفي سنة 80 نشرت الجيروزالين بوست خطة صهيونية لتقسيم العراق <applause> وخطة لقسم مصر الي دولتين دولة مسيحية في الجنوب ودولة اسلامية في الشمال صحيح. وهذا يحدث قدام عينينا ونحن نتغاضى عن هذه الاشياء ونقعد نبرأ اليهود ليه ده حساب مين طرحك يا استاذ مدحت طرحك رائع جدا وممتاز وربما هناك ايضا كل من يناقض طرح الدكتور المسيري الدكتور المسيري كل من يناقض طرحك يطرح والاستاذ مدحت انا تركت له المجال لانه وضح وجهه النظر الاخرى بالنسبه لاطروحاتك بشكل جيد والان انت متهم بالتناقض في الطرح انت تعمم بالنسبه للغرب وتخصص بالنسبه للصيونيه وتقلل من شان الصيونيه وتلغي نظريه المؤامره بايجاز أنت ربما رددت قبل ذلك ولكن ما هو ردك على هذا الطرح الذي أوضحه الاستاذ متحد بشكل كبير أولا التعميم دي صفة إنسانية في الخطاب بمعنى أن لابد أن نعمم م. وأنا أعمم عن الصهاينة حينما نتحدث عن الإجماع الصهيوني هذا شكل من أشكال التعميم فلا بد من التعميم ان اردنا ان نتحاور لكن يجب الا يعمينا التعميم عن رؤيه الواقع م. فحينما نتحدث عن اليهود والسلام وان اليهود زي الصهاينه زي الاسرائيليين م. هذا تعميم يعمينا عن نتوء الواقع وتعرجاته المختلفه م. نظريه المؤامره مشكلتها الكبرى انها شكل من اشكال التعميم هذا انها تتحدث عن اليهود والسلام، تتحدث عن المؤامره اليهوديه التي قد حاكها اليهود منذ قديم الدهر. لكن هي تحقق ما احنا بنراها امام اعيننا. نيتشة طيب. نيتشا وداروين اللي هم عمد الفلسفه م. الغربيه الحديثه كلاهما غير يهودي. م. بمعنى المنظومه النيتشاويه التي خرج من تحتها كثير من فلاسفه الغرب المحدثين نيتشا غير يهودي. في الواقع كان يكره اليهود. داروين ايضا في الواقع داروين بقى كان مسيحي مؤمن ويذهب الى الكنيسه كل يوم احد فكما نرى ان ما ان ما ظهر في العالم هو منظومه اعتقد انها متوحشه تفترس الانسان بما في ذلك الانسان الغربي حتى لا اتهم بان أنا ضد الغرب بتفترس البشر بما في ذلك الانسان الغربي وما حدث في الواقع في البروتوكولات ان الذي كتبها شاهد المجتمع الغربي وقد بدأ يتآكل. مم. فطبيعة الكيان الشعبي أنه غير قادر على التعامل مع الظواهر المركبة، فيبسطها ويقول اليهود هم السبب. لكن حينما نقرأ البروتوكولات في الواقع نجد وصفا دقيقا للمجتمعات الغربية في بداية القرن العشرين. هذا الوصف الدقيق أنا أتفق معه. مم. مثلا انتشار الإباحية، مم. أنا أجد أن فعلا الإباحية بتنتشر ولعل كاتب البروتوكولات لو جاء الآن لحمد الله. أن هو قد مات قبل ذلك التاريخ لأن الإباحية منتشرة يعني فيه. ممكن أن تكون البروتوكولات هي قراءة للواقع ومحاولة لصياغته بشكل ما وتقديمها على أنها مخطط يجب تنفيذه؟ يعني هي قراءة للواقع ولكن علق على شماعة اليهود بدل أن نفهم ما يحدث الآن في العالم الغربي وهذا ممكن. ليس اتهام للغرب وإنما هو محاولة لقراءة منظومة الحداثة التي دخلنا نحن فيها أيضا بمعنى ما الإباحية بدأت تنتشر في العالم العربي النتشوية بدأت تبقى منظومة عند معظم الناس بمعنى أنه أنا لا أتهم دكتور الغربة. بقى دقيقة باقي دقيقة واحدة ما هي رؤيتك الآن لطبيعة الصراع العربي الصهيوني في هذه المرحلة؟ أه بعتقد أنه الصراع سيستمر لأن ما يطرح الآن أنه سلام هو سلام ظالم فبمعنى انها هدنة مؤقته لان الشعب الفلسطيني موجود ولا يريد ان يختفي والحمد لله ويناضل من اجل حقوقه لكن هناك اتفاقيه سلام وقعها حتى الفلسطينيين هي اتفاقيات هدنه لان لابد للسلام ان يكون لكي يكون السلام دائم لابد وان يكون عادل هذا ما يعرفه الفلسطينيون هذا ما يعرفه العرب هذا ما يعرفه الاسرائيليون هذا ما يعرفه الولايات المتحده فما يحدث الان هو هدنه مؤقته لأكثر اكثر اقل وعندنا مثلا اتفاقيه الخليل نفذت اتفاقية الخليل وقسم الخليل بين 400 مستوطن صهيوني و100 ألف فلسطين لكن هذه قسمة لا يقبلها أحد وحينما تشاهد التلفزيون الإسرائيلي تعرف أن حالة الحرب لا تزال قائمة في الخليل أنت ترفض نظرية المؤامرة لكن طوال الفترة الماضية لم تتعرض لمؤامرات من اليهود؟ ليست مؤامرات وإنما مخططات بمعنى حينما أنا أتفق بالمناسبة مع كثير مما يقوله دعاة المؤامرة عن المستوطنين المذابح والموسوعة مليئة بالحديث عن هذه المذابح لكن هذا جزء من مخطط وليس المخطط بطبيعته يمكنك فهمه ويمكنك تفسيره ويمكنك الحرب ضده أما المؤامرة فهي تتم في الغرف المغلقة ولا يمكن الحرب ضدها مثلا مذبحة صبرة وشتيلة أنا بجد أنها جزء من الرؤية الاستيطانية الصهيونية تمام لا تختلف أبدا هل تتوقع أن تثير يعني هذه الموسوعة زوبعة في الفكر العربي تجاه الرؤية الصهيونية أرجو, أرجو, هذا. أرجو هذا هذا حتى يمكننا أن ننظر لإسرائيل باعتبارها دولة استيطانية إحلالية ذات ديباجات يهودية وألا نسقط في فكر التعميمي فكر المؤامرة التعميمي وأن ننظر إلى خريطة الواقع الخصوصية أن نجتهد كي نجاهد أما أن نجاهد دون اجتهاد فهذا أمر أعتقد فيه انتحار للجميع شكرا جزيلا الدكتور عبد الوهاب كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم موضوع الحلقه القادمه ان شاء الله موضوع هام للغايه وكذلك ضيفها حتى القاكم يوم الاربعاء القادم ان شاء الله هذا احمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله